اهلا وسهلا، استمعكم في الكريم ومشاهديكم الاعزاء. يا مرحبا سيد أيوب، أبدأ معك من تصريحات الجانب الروسي. الآن الكريملين يقول على خلفية هذه الخطوة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متطورة، والكشف بحسب مسؤول أمريكي يحدثنا رويترز بأن بايدن قرر إرسال صواريخ هيمارس الأمريكية. الكريملين يقول إن واشنطن تصب الزيت على النار عمدا وبعناية، وأيضا هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يتحدث بأن تزويد واشنطن لكييف بأنظمة الصواريخ يزيد من مخاطر الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. هل الأمر كذلك؟ صحيح، يعني لنكن واقعيين أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والأسلحة المتطورة لن يغير في أهداف العملية العسكرية الروسية ولن يوقفها، ولكن يمكن أن يزيد من الخسائر، يمكن أن يبطئ هذه العملية، وايضا يمكن ان يزيد وبشكل كبير من خسائر المدنيين. يعني اليوم هناك مدن عديده في مقاطعه دونباس التي اصبحت محرره وتحت سيطره جيش جمهوريه لوغانسك ودونباس تتعرض لقصفات لقصف وهجمات يعني متواصله، وبهذه الرجمات المتقدمه وبالمدافع التي تم استلامها من الولايات المتحده الامريكيه، واليوم سقط العديد من المدنيين بين الاطفال والنساء. يعني تزويد أوكرانيا بهذا السلاح هو كصب الزيت على النار، من شأنه أن يؤجج هذا النزاع وأن يزيد من أمد بقائه. نعم، لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار بهذه العملية، وتريد كما تعتقد، وهي تعتقد أنها تستنزف روسيا، لكن يعني صراحة على أرض الواقع اليوم روسيا عندما غيرت بتكتيكها العسكري وغيرت باستراتيجيتها العسكرية في أوكرانيا، نلاحظ أن التقدم مستمر لكنه منظم ومنسق مع أقل ما يمكن من الخسائر. إذن الجيش الأوكراني الآن رغم كل المساعدات ورغم كل يعني الأسلحة المتطورة التي تصل له، لم يستطع إيقاف العملية العسكرية الروسية في جمهورية لوغانسك، وهي الآن أصبح يعني هناك بقيت مدينة واحدة أمام جيش جمهورية لوغانسك مدعوما من القوات الروسية، وهي ليساتشينسك. يمكن بعد تحريرها يمكن الإعلام بشكل كامل عن تحرير جمهورية لوغانسك، ويأتي بعدها الدور إلى جمهورية دانيسك. إذن يعني روسيا لا يمكن لها أن تتراجع عن الأهداف التي وضعتها أمام أعينها. لا تراجع بالنسبة